عايزين نعمل بقى عصير البطيخ. عصير بقى البطيخ، انا جمدت البطيخ و هستغنى عن التلج. انا بحاول اديكم يعني افكار واعملها معاكم عشان تبقوا عارفين. جبنا البطيخ، دلوقتي في بطيخ في السوق بيتباع خالي من البذر بس بيتباع اغلى كتير، فممكن تجيبوا البطيخ وتشيلوا منه البذر قدر المستطاع، ما بيتشالش كله، وبعد كده تصفوه اذا جت واحده او اتنين جوه البطيخ، وتقطعوه مكعبات وتشيلوه في الفريزر. بعد كده عندي سكر، عندي ميه، وعندي شربات ورد. شربات الورد بيبقى لطيف جدا جدا مع البطيخ وبديله طعم حلو قوي قوي، وممكن تستغنوا عنه مفيش مشكلة. انا بقى كمان بحب احط له ورقتين نعناع جوه مع البطيخ، بيبقى تحفة. هبة لسه معانا ولا مش معانا؟ ورقتين فقط لا غير من النعناع، مش كمية كبيرة، معلقتين على الشوب ده كله من الشربات بتاع الورد، اي شربات، اي نوع شربات انتوا بتستخدموه، وانا بحب احط بس نص كوباية من المية عشان اساعد الخلاط انه ما يبقاش تقيل عليه، لان انا مجمدة البطيخ فالكمية كبيرة مجمدة على السلاح بتاع الخلاط.